انا مشو اخويا العمده احنا عايزين نروح الخليلي من رمسيس قدامنا جوج ديال الطرق الطريقه الاولى ان احنا نتكرفس وناخد بعد نركب المترو تحت الارض اربع محطات ونخرج من المترو محطه العتبه ناخد جوج محطات وناخد سوزوكي عربيه صغيره يابانيه بتشيل ستة ديال الناس والطريقه الثانيه بلا ما نتكرفس ونركب اوبر يودينا لحد المكان وهاني حبيبي انا غنتكرفس نمشي ونتكرفس هيا بينا هيا دلوقتي القاهره بيربطها تحت الارض مترو شبكه مترو كبيره بحال فرنسا المهم احنا عندنا الاول وده اتبنى من السبعينات وبعد كده عندنا الخط الثاني اللي هو اتبنى تقريبا في التسعينات وبعد كده عندنا في الثالث ودوت بدا من 2014 وعندنا الخط الفين الخط الرابع اللي عندنا ده كل دي محطات مترو دي اللي بتقدر تحركك تحت بين القاهره تحت الارض بالزربه احنا ده هنتحرك فين هنتحرك هنا احنا عايزين نروح العتبه واحنا في الشهداء هنركب محطه من هنا لهنا بما انك بتحب التمارين بتاخده من الاول للاخر معاك انت كنت عارف هنا اه انا اللي درت هنا صح